مين يكسب افريقيا، الاهلي ولا الزمالك؟ والله الماتشات دي بص يا سيف ليها وقتها وحسب الفرقه مين هيلعب وحسب حاله الفرقه ساعتها. اتمنى الزمالك طبعا، بس ماتش صعب. الاهلي بقى مع عثماني ماتش احسن بكتير من فتره فايرا الاخيره. يعني فايرا في الاول كان كويس جدا طبعا، لكن فترته الاخيره ما كانتش موفقه. عثماني رجع ظبط الفرقه. الزمالك انا شايفه فرقه ما شاء الله هايله. الثلاثي الهجومي للزمالك قوي قوي، يعني زيزو وبن شرقي ومصطفى محمد جامدين ما شاء الله. بن شرقي وزيزو فايقين قوي صراحه، ومصطفى محمد ثلاثة جامدين قوي. بس مصطفى يعني في ماتشات يجي وفي ماتشات مصطفى كان الجيم صعب عليه يا سيف. حسب الفرقه الجيم اللي فات ده بالذات كان صعب عليه جدا، لان احنا جبنا جون بدري ومصطفى اتعزل برضه. خلي بالك راس حربه بيبقى كويس ازاي النهارده. خلي بالك ان اوباما كان في معظم الوقت بيسقط لتحت عشان يساعد طارق حامد واسلام جابر، فمصطفى بقى معزول. الاثنين الوينجرز بتوعك فاتحين الملعب يا كابتن حازم، واوباما سائط جدا. عايز اقول لك يا ميدو بن شرقي عجبني قوي، عنده حلول. لا وشخصيه عنده حلول هجوميه وزيزو ما شاء الله. زيزو ما صرفش كره غلط، كل كره طالعه. انت شفت الجول اللي جايبه بن شرقي؟ الثلاثه دول هم اللي عامل ازاي؟ شفت طالع فين وشغال براسه وبهده؟ يعني الثلاثة دول من وجهة نظري هم اللي هيعملوا فارق لنادي الزمالك في البطولة دي إن شاء الله. وأنا مع الفرقة طبعا كلها طبعا، لكن أنت عندك ثلاثي هجومي هو الأقوى في هل التأخير ده يرجع ساسي ويرجع محمود علاء يفرق مع الزمالك؟ محمود أكيد هيفرق، أكيد ساسي هيفرق. بس أنا بقول لك حاجة، الماتشات دي عايز أروح. يعني الواد يعني إسلام جابر بيلعب روح قويه جدا الماتش اللي فات، ولو الكره بتطلع برجله كويس. وعيد لعب روح قويه جدا في ماتشات انت عايز روح فيها سيف. عيد صغير بس عمل مباراه كبيره برضه في ماتشات، تبقى عايز مهاره وكل حاجه، بس في ماتشات اللي هي الماتش الواحد ده انت عايز واحد يلعب بقلب اكتر. وانا عجبني الراجل انه ما غيرش في يعني في ناس توقعت ان زيزو يلعب ديفندر ويحطوا نجم قدام، قال لك لا اسلام هيلعب وخلي زيزو هو في الحته بتاعته، ما بقاش انا بوظت مكانين، اجيب واحد مش مكانه يلعب في مكان تاني وانزل واحد هو مش الاساسي عندي يلعب في المكان ده. فخلينا لو في حاجه يبقى هو مكان يبقى اسلام في الحته دي، لو في حاجه حصلت ابقى ارجع زيزو. ولو اسلام لعب كويس، لا هو كان كويس قوي، وزيزو كان كويس جدا في المنطقه دي. انت عارف يا سيف، انت عارف انا يعني وبقول لك دي حقيقه، يعني لما كنا بنتكلم انا وامير في حته ساعه ما كارتيرون مشي، والله العظيم يا حازم قعدت اقول له، وكان وده كان راي امير برضه، قاتل قاتل اعمل كل حاجه على باتشيكو، حتى لو معلش حتى لو الفتره دي، لان انت محتاج مدرب بتاع ويل اورجنايزد، مدرب اللي هو قافل كويس بيهتم بالكره الثابته الدفاعيه. هي دي الماتشات دي كده، وبعد كده زي ما كابتن حازم قال لك انت كده كده عندك ثلاثه قدام جامدين، ثلاثه يقدروا ان هم في اي وقت يصنعوا لك الفرق. عارف احنا لو كنا جبنا مدرب عايز يلعب كوره، احنا غير الاهلي خلي بالك، لان الاهلي كرة يعني الكوره بتاعت فايلر غير كارتيرون مدرب بنى الفرقه دي على ان هي كاونتر اتاكينج تيم، فكنت لازم ان انت تكمل بالحته دي. فذكاء نادي الزمالك ان هم وخلي بالك الكلام ده كان في وقت من الاوقات برضه كنت حازم ما كانش بيحصل، يعني ساعات في وقت من الاوقات كنا ان احنا ايه طب نحاول نلاقي مدرب اسمه كبير وخلاص، بس ان انت تجيب مدرب بنفس هويه المدرب اللي كان عندك ده ان انت كنت مع باتشيكو. هو مرتضى يعني مش مرتضى منصور طلع شكرني في التلفزيون ان انا اول واحد رشحته ان انا يعني رشحت اسمه باتشيكو. هو قال كده في قناه الزمالك، انا بشكر ميدو. يعني انا فكره ان المدرب يبقى ان انت تبني على الهويه دي. خلي بالك الماتشات دي ما فيهاش بقى ان انا عايز العب كره حلوه، لا الماتشات دي ان انا بدافع كويس.